وكانت فكره ان انا اعمل فيلم في 48 ساعه دي كانت شويه غريبه. الواحد متعود طول الوقت بياخد راحته وبيشتغل ببراح بقى وكده، فكانت ان انا اعمل فيلم في 48 ساعه دي كانت شويه ضيقه جدا. كنت متوقع ان انا طول الوقت ستريس وطول الوقت مشغول وطول الوقت مش لاقيين وقت اصلا. بس يعني شويه لما توزعنا على الفرق والافكار كانت يعني اتعرفت، فابتديت شويه نقعد مع الفرقه ومع المجموعه بتاعتنا علشان نقعد نتكلم ونحاول نحدد الادوار تماما، لان هو الموضوع كان محتاج انه يبقى متنظم بشكل كبير قوي علشان نقدر نخلص الوقت المعين يعني الوقت ده. لكن اثناء التصوير طبعا متوقع ان يطلع المشاكل الطبيعيه بتاعت اي تصوير، يعني لقينا شويه يعني كنا اماكن مش لقينا، حاولنا نتصرف اشتغلنا عليها. خلصنا بدري من اوائل الناس اللي خلصت في المجموعات تصوير، بس ده كان عشوائي برضو عشان احنا مرتبين الدنيا من قبل كده. بس جنرال يعني التجربه جديده من نوعها، كويسه جدا ومعبره، والموضوع طلع عكس ما انا كنت متوقعه جدا يعني. فيلم طالع كويس، مش يعني ظريف يعني، انتوا اللي هتحكموا ما اعرفش. وباقي الافلام برضو كل والميزه انه كله مختلف، يعني انه كل واحد كل فكره غير التانية، طريقه التنفيذ غير التانية، انك تبقى شغال في وسط كل الناس ما هي شغاله والزيطه كله زايط وبنتبسط ونضحك في نفس الوقت. فده كانت يعني لا كانت تجربه ممتعه جدا.